537 صحفيا عراقيا قضوا خلال السنوات العشرين الماضية بسبب عملهم الصحفي، بينهم 18 صحفية. الجنات بقوا بعيدين عن أيدي العدالة في 518 حالة. الثاني من تشرين الثاني هو اليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين. مكتب يونسكو في بغداد احتفى بهذا اليوم مع مجموعة من الصحفيين وسط مطالبات للحكومة العراقية بالإسراع في إصدار الأمر الديواني الخاص باللجنة الوطنية لحماية الصحفيين الذي ما زال حبيس الأدراج منذ حكومة العبادي حتى اللحظة. بالنسبة للتعاون، السلطة القضائية فتحت كل الأبواب وأسست محاكم مختصة بالنشر والإعلام. هذه المحاكم تأخذ على عاتقها متابعة كل هذه القضايا. على الجانب الآخر، وزارة الداخلية أسست وحدة تحقيقية خاصة، لكن العقبة الأساسية أن هذه الجهات لا تستطيع العمل بتفويض كامل إن لم يكن هنالك أمر ديواني يصدر من مجلس الوزراء يفوض اللجنة الوطنية العراقية التي تأسست عام 2016. تهديد حرية الصحافة والتعبير لا يتوقف عند استهداف الصحفيين من قبل جهات سياسية أو مسلحة نافذة، بل يتعداه لاستخدام القضاء العراقي في الضغط على الصحفيين من خلال الدعاوى القانونية التي تقاوم على المدونين والصحفيين وصناع المحتوى، والتي تجاوزت 3000 قضية خلال العام الحالي فقط. ما زال القضاء يحكم فيها وفق تشريعات قديمة تتعارض مع حرية التعبير وحقوق الإنسان. عمل المحاكم العراقية خصوصا محاكم النشر اللي معنية بالنظر في قضايا النشر أنها ما زالت تعتمد على قانون العقوبات رقم 111 سنة 1969، وهذا القانون الآن في بعض النصوص تخالف قانون حقوق الصحفيين رقم 21 سنة 2011. وحتى إقرار قوانين تسهل الحصول على المعلومة وتضمن الحق في حرية التعبير والعمل الصحفي، يبقى العراق البيئة الأسوأ للعمل الصحفي في العالم، كما تؤكد إحصاءات ونشرات المنظمات العالمية المتخصصة. ويقلق الصحفيين العراقيين إن عدد الجنات الذين تم الكشف عنهم لا يتجاوز 4% في كل الحوادث التي طالت زملائهم قتلا واغتيالا خلال السنوات العشرين الأخيرة. حيدر البدري، يو تي في، بغداد.